السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة ديالكم اي اس بي تي بي شانيل. ان شاء الله اليوم غنحاولوا نتكلموا على الكتريسيتي دو باتيمو اي شيما دي سيركوي، ونعرفوا كيفاش نصايبوا واحد البلان ديال الكتريسيتي فيه لي بوين ليمينو لي سيركوي ديالهم، لومبلاسمون ديال لي طابلو، نحطوا لي بريز الكتريك في البلان بلون دارشي، نديرو لي سيركوي ديالهم، لي سيكسيون ديال لي فيلري بين لي بريز نعرفوهم، نصايبو نحدو لو نومبر ديال لي فيل لي غيكونو، نحدو لو نومبر ديال لي فيل لي غيكونو بين لي بوان ليمينو، انسي دو سويت. يعني هادشي كامل ان شاء الله غنحاولو نطرقو ليه في هاد الفيديو هذا. اول حاجة قبل ما نصايبو اي بلون ديليكتريسيتي خاصنا نكونو تكون عندنا واحد الدراية بخصوص لا ليكتور ديال لو بلان، خاصنا نكونوا فاهمين لو بلان دارشي مزيان باش نعرفوا نحطوا لي بوين ليمينو اديكوات. يعني مثلا كاينين دي زون دروات يكونوا فيهم فو بلافون غنقدروا نستعملوا فيهم دي سبوت، كاينين دي زون دروا اللي ما فيهمش فو بلافون نقدروا نستعملوا فيهم مثلا دي بوين ليمينو نورمال، يعني بحال لي بوين ليمينو اللي تيكونوا في الديور عاديين، ولا مثلا لي هيبلو هيبلو ميغال ولا هيبلو ايتونش في لي زون دروا اللي تيكونوا فيهم، بحال مثلا سال دو بان الهيبلو ايتونش ممكن نستعملوهم في لاكور ولا في الكراج انسي دي سويت. المهم غادي اول حاجه بعدا غنشوفوا نديروا واحد لا ليكتور ديال لو بلون اللي غنخدموا عليه، لا ليكتور دو بلون داركتيكتي. عندنا هذا البلون سي ان لوجمون دو فونكسيون كيف تيبان لكم هنا في لو تيتر، سي ان لوجمون دو فونكسيون. اول حاجه عندنا واحد ميغ دو كلوتور اللي داير بهذا اللوجمون دو فونكسيون هو هذا، جوست في الميغ دو كلوتور كاين واحد لابورت برينسيبال، كاين واحد لاكسي هنايا، كاين واحد تروا مارش تيطلعونا لواحد البالي دونتري اللي تي فيه الباب ديال هاد اللوجمون دو فونكسيون. اون فوا تندخلو مع هاد الباب تلقاو الهول، فوق من الهول كاين لا كويزين، ا غوش ديال لا كويزين كاين لاكور، ا دروات كاين كراج. هاد الكراج ديجا عندنا واحد البورت كوليس تيدخل لنا لي فيكول لو فواتور اللي تيكونوا عندنا ديال لوجمون ديال الناس اللي ساكنين في هاد لوجمون في هاد لا فيلا. اون فوا جوست اكوت اون فاس مع لا بورت سكوندير اللي غادي ندخلوا بها الفيلا غنلقاو الصالون، في دو ميغ با يعني تيتسماو لي باوي، هاد دو ميغ با و جوست اون فاس كاين في هاد الصالون في واحد هذا سون فونيتر. الكوزينه حتى هي فيها دو فونيتر و دو بورت، لا فونيتر الاولى فيغ لا لو كراج، فونيتر الثانيه فيغ لا كور. جوست في الكوتي با ديال الهول عندنا واحد تروا بورت، بروميي بورت بوغ لو سال دو بان ان فيها لي زاباري سانيتير ديالها، فيها لافابو، فيها البي دي، فيها الفي سي، فيها لونغليز، وفيها بينوار. جوست اكوتي كاين شومبر اون، اكوتي هنايا شومبر دو، معاها سال دو بان دو، ستادير هاد لا شومبر هادي سي اون شومبر بارون. هادي هي لا كونسيبسيون اللي عندنا، بغيف هادي لا ليكتور ديالنا. غادي نحاولوا نشوفوا النقطه المواليه، النقطه المواليه خاصنا نكونوا عارفين هاد لي شيما اكسبليكاتيف ديال ليكليراج اون باتيمون سولون لي تيب دانتيريبتور اللي عندنا. مثلا بارفوا دابري هذاك الانتيريبتور تختلف الشيما، مثلا كيف شفتم مثلا هنا في لا شومبر دو اون اللي عندنا في البلان اللي شلنا هنا مسبقا هو هذا، هاد لا شومبر اون اش فيها؟ فيها بوان ليمينو، غنحطو فيها واحد بوان ليمينو، وغنحطو فيها واحد لانتيريبتور، وهادي هي لا كوموند ديالو، يعني لا كوموند ديال هاد بوان ليمينو هو هاد لانتيريبتور، وتنديرو لا ليزون بيناتهم. هادشي اللي غالبا تيعطي لارشيتكت في لي بريستاسيون ديالو، سينو تنبداوهم حنا. يعني هاد لو ديسان هذا اش يعني؟ يعني شيماتيكمون تيعطينا هاد الشيما ديال سامبل ليماج، سامبل ليماج اش شنو؟ هادي هي البوان ليمينو. قبل من بوان ليمينو تنجيب واحد الفاز مثلا من البروتيكسيون ديال هاد لو سيركوي، سيبوزو ان هذا السيركوي بوحدو جاي واحد الفاز غيتقطع هنا في نيفو ديال لانتيريبتور سامبل ليماج، وغيمشي تيتسمى هذا روتور، غيعطي لاليمونطاسيون اللي كتف حال تيلا سدينا هاد لانتيريبتور تيولي الضو تيدخل البولا.
يعني هو خصنا لا بوكل. لا بوكل شنو هو اللي غادي يخلقها؟ هو هاد النوتر، هاد النوتر هو هاد البلو تيخلق لينا هاد النوتر. وكاين لا تير البروتيكسيون ديال لي زاباري اللي عندنا بار لا تير. هاد لا تير هو هاد لو تري انتيرومبي فير توجور فير طابلو الكتريك. هنا هذا بحال غنقولوا سي ان هي سيركوي ان مثلا. نقدروا هنايا في هذه الحاله عندنا ليكليراج غنسميوه او ان مثلا. او ان 3 فوا ان ديمي ديامتر 13، ستادير 3 فوا ان ديمي ديامتر 13 هي ثلاثه لي فيل ديال 1.5 مليمتر. الديامتر ديال تيوب اورانج غيدوزو في الديامتر ديال تيوب اورانج ديال 13 مليمتر فيغ طابلو الكتريك، وبالتالي فيغ لا بروتيكسيون ديال هاد لو سيركوي فيغ لو طابلو الكتريك. ولا تنديسينيهم سوا تنديسينيهم بهذه الطريقه مثلا في هذا البلان دارشي، ولا تنديسينيهم بهذه الطريقه في البلان دارشي. يعني اوتوماتيكمون تنبينوا هذاك لو سيركوي لو نومبر ديال لي فيل مثلا 3 فوا ان ديمي ديامتر 13 تنبينوها هنايا، وتنبينوا دابخي لانتيربتور فيغ لو طابلو تنديروا مثلا سي ان مثلا السيركوي الاول ولا السيركوي الثاني ولا السيركوي الثالث ولا على حسب لو نومبر دي بوان لي مينو هذا. و تن نديرو حتى لو نومبر دي فيل هنايا من الانتربتور فيغ الطابلو مع تيبو تيباج لي ديزفير، يعني تيب اورونج ديامتر 13. النقطه المواليه اللي خاصنا نشوفو، يعني نقدروا يكون عندنا سامبل على ليماج ولكن تيشعل لنا جوج بولات مثلا بحال لو كا ديال لا كويزين. عندنا الانتربتور سامبل على ليماج فيه دو بوين لومينو هنايا تيكونوا ايتونج مثلا. خدينا هاد لو كا ديال هادو في زون دروا يمين مثلا، نقدر مثلا نستعملو ايتونس نقدر ما نستعملوش في هاد لوكا. علاش؟ ان حيت علاش نستعملو ايتونس؟ دابري لا كويزين ماروكان حنا معروف عندنا الطخاخن ديال الكسكسو وهذا، يعني تتلقى مثلا واحد النسبه ديال لوميديتي ضروري غتطلع لينا لو بلافون، وبالتالي هاد لي بوين لومينو اللي غنستعملو في لا كويزين غادي يكونوا ايتونس. هذا غير من ناحيه ديال بار ميزور دو سيكوريتي. هنا بالنسبه لهنا هاد لوكا الثاني في الشيما اونيفيلار ديال الشيما بلوتو اكسبليكاتيف ديال ليكليراج في حاله ما الا كان عندنا سامبل ليماج دو بوين لومينو. تقريبا هاد الشيما سومبلابل هاد الشيما الاولى في ليكسبليكاسيون، تنزيدو عليها غير هاد البوين لومينو مع نوتر ولا تيغ، وتنزيدو هاد الروتور هذا، وبالتالي تتبقى لينا نفس الكونسيبسيون الفوقانيه تنزيدو عليها غير هادي، وتندير واحد 3 فوا ان ديمي ديامتر 13. وبالتالي حتى او نيفو ديسان هنايا درنا 3 فوا ان ديمي ديامتر 13، هاي درنا 3 فوا ان ديمي ديامتر 13، وهنا عاوتاني زدنا 3 فوا ان ديمي ديامتر 13 بين لي بوان لومينو الاولى مع الثانيه. يعني سلا ميم شوز، يعني ما عندناش شي فرق كثير بين الاولى والثانيه. هذا بالنسبه ملي تيكون عندنا سامبل ليماج. ملي تيكون عندنا مثلا الفايفيان، لو كا ديال الفايفيان مثلا لو كا ديال الهول، عندنا شعلنا البوله مثلا ملي دخلنا مع لا فيلا لقينا واحد الساروت ديال الفايفيان شعلنا به هاد البوله وهادي وهادي، جينا لهاد لوندروا ممكن نطفوه ولا نشعلوه من هاد اللي خرج من الشومبر مثلا جا بغا يشعل الضو ديال الهول غادي يشعلو من هنايا غادي تم غادي بغا يخرج غيقدر يطفيه من هنا، وبالتالي عندنا هاد الفايفيان هو هذا. بالنسبه لو شيما ديالو الشيما ديال السيركوي كيف تتشوفوا، يعني تنجيو بواحد الفاز من بروتيكسيون ديال هاد لو سيركوي هذا، تيوصل لينا حتى لانتيربتور البرومي انتيربتور فايفيا، و ضروري تلقاو واحد دو فيل بين الانتيربتور الاول والثاني. هنا ما باينش ولكن من الاحسن نبينوه، هنا ما باينش بين الانتيربتور الاول والثاني. دابا هذا هو الانتيربتور الاول، هذا هو الانتيربتور الثاني، يعني نورمالمون خصو هذا هو الانتربتور الاول هذا هو الانتربتور الثاني، تيكون واحد دو فيل ديال ان ديمي ديامتر 11، يعني دو فيل ديال ان ديمي مليمتر ديامتر ديال تيوب اورانج دايزين في تيوب اورانج ديال ديامتر 11 مليمتر. هذا من جهه. من جهه اخرى عاوتاني يعني بين الانتربتور الاول و لو بروميي بوين ليمينو، يعني بين هاد الانتربتور الاول و بروميي بوين ليمينو عندنا يلاه دايزين لينا دو فيل ديال 1.5 ديامتر 11 مليمتر في تيوب اورانج ديال 11 مليمتر، تيكونوا دو فيل. ولكن بين البوان لومينو بين لي ديفيرون بوان لومينو اللي عندنا، عندنا بين البوان الاولى الثانيه والثالثه، تيكونوا محتاجين حنا غير دو فوا ان ديمي ديامتر 11 على حساب هاد لا سيكسيون هاد لا سيكسيون، تا
تتبقى لينا لا ديرنيير بوان ليمينو مع لو ديرني انتربتور فاي فيان، تنحتاجو غير روتور واحد ديال 1.5 ديامتر اونس. كيف شتو عاوتاني هاد الشمه هادي هي تقريبا نقدروا نديسينوها بهذه الطريقه، يعني هاد الديسان ديالنا كان علينا نديروه بهذه الطريقه، يعني نديرو بين الانتربتور الاول والثاني نديرو 2 × 1.5 ديامتر اونس، وبين الانتربتور الاول والبرومي بوان نديرو 2 × 1.5 ديامتر اونس، ولكن بين الانتربتور الاخر مع الانتربتور مع البوان ليمينو الاخيره نستعملو غير 1 × 1.5 ديامتر اونس، ولكن بين لي زانت بين لي بوان ليمينو تنستعملو غير محتاجين غير 2 × 1.5 ديامتر اونس. هذه من جهة ديال ملي تيكون عندنا الفايفيان بليزيوغ بوان ليمينو و بوان ليمينو واحد. المهم ما عليناش، دابا حنا لوكال لي موالي تيخص الصالون مثلا، لوكا ديال الصالون ملي تكون عندنا دوبل ليماج، دوبل ليماج عندنا بوان جاتنا في السونتر، بوان ليمينو جاتنا في السونتر، وعندنا ربعة، يعني سوا هاد الدوبل ليماج سوا تي اليمونتي لينا هاد البوان ليمينو اللي جاتنا في السونتر ديال الصالون، سوا غي اليمونتي لينا هاد لي 4 بوان ليمينو او ميم طون، يعني اون لو شوا. و بور يعني لو شيما سومبلابل اللي لهاد هاد لا كونسيبسيون اللي حطينا حنا ديال الكتريسيتي في الصالون، عندنا هي هادي المواليه. تتلقى مثلا اش جاي، جاي من مثلا من الطابلو جاي واحد الفاز هو هاد لو غوج، جاي تيدخل لينا لواحد لانتربتور دوبل ليماج، هاد لانتربتور دوبل ليماج تيعطي لو برومي روتور، تيتسمى هذا روتور، لو برومي روتور تيمشي لبوان ليمينو الاولى اللي هي هذه اللي جات في السونتر هو هذا، والدوزيام روتور تيمشي تيديسباتشا على لي بوان ليمينو لي 4 بوان ليمينو، هما هاد الثاني والثالثه والرابعه والخامسه، هما هاد الاربعه تيديسبا، هذا هو الدوزيام روتور الثاني، والنوتر تيجمعهم كاملين وتيرجع فيغ لو طابلو إلكتريك فيغ لا بروتيكسيون ديال هاد السيركوي هو والفاز. ولكن هنا لا تيغ اش يوقع لها، تديسباتشي عليهم كاملين، تدوز تقيس لي بوان ليمينو كاملين وتتمشي بعد. وبالتالي هنايا قبل ما نوصلو، يعني هنايا اش نحتاجو مثلا، هذا هو السيركوي دو مثلا، خدينا لوكا ديال السيركوي دو مثلا فيغ لو طابلو إلكتريك ال 3 × 1.5 ديامتر 13 تلقاوها هنا مثلا في هذا الشيما، يعني ثلاثات لي فيل، ها الفيل الفاز والنوتر والتيغ، يعني 3 فيل ديال 1.5 ديامتر 11، يعني ديزين في تيوب اورانج ديامتر 13 بليتو، ديزين في تيوب اورانج 13 هو هذا. وبين الانتربتور مثلا اللي نفرض عندنا بين لي بوان ليمينو اش تلقاو، تلقاو 3 × 1.5 ديامتر 13، يعني بين هاد البوان ليمينو هادي 3 × 1.5 ديامتر 13 انسي دي سويت. ولكن ملي تنوصلو مثلا بين بوان ليمينو و لانتربتور غنقدرو نحتاجو غير 3 × 1.5 ديامتر 13 بالنسبة لهاد لي بوان ليمينو اللي كاينين هنا، ولكن بالنسبة بين البوان ليمينو وهاد البولة الأولى نقدروا نحتاجوا كما قلنا هاد سميتو لي مثلا 3 × 1.5 ديامتر 13، ولكن بين هاد الانتربتور وهاد البوله اللي غادي تجمع لينا ديال الربعه الاولى ديال هاد الربعه نقدروا نحتاجوا غير فيل واحد، وبالتالي هذاك الفيل مع الثلاثه هما اللي تيعطيونا 4 × 1.5 ديامتر 13 الا جمعناهم، الا مشينا بحال هكا مجموعين وعاد فاش مشينا لهاد البوان يمينو. المهم هذا جانب. النقطة الموالية اللي ممكن نشرحو عندها علاقة بلي شيما اكسبليكاتيف دي سيركوي دو شاك تيب دو بريز إلكتريك اون باتيمون. مثلا شاك تيب دو بريز، عندنا لي بريز فورس وعندنا لي بريز نورمال، بريز نورمال ديال 16 أمبير وكاين لي بريز فورس ديال 20 أمبير، هادو هما لي دو كا اللي ممكن نلقاوهم في الباتيمون، كاين دي كا ديفيرون. المهم حنا هاد لي دو كا هما اللي تيكونوا غالبا، لي زوطخ كا راه تيكونوا في لاندستري. المهم حنا في لي دو كا اللي تيكونوا عندنا في الباتيمون هما هادو، مثلا شدينا لا كويزين غنلقاو فيهم هاد لي دو كا اللي ديال لي بريز. برومي كا ديال لي بريز ملي تيكون عندنا لي بريز ديال 16 امبير، مثلا عندنا الاول جا هنايا فوق من الباياس وجوج جاونا جوست اون فاس مع الباياس، يعني اون فوا تندخلو مع لونطري تلقاو واحد جوج،
يقدروا يستعملوهم الماشينة لافي، يقدروا يستعملوهم الثلاجة، ممكن يستعملوهم أي حاجة يعني. وهذا ممكن يستعملوه لأي، مثلا عندنا مولينكس، عندنا شي حاجة اللي ممكن ما تاكلش لنا الضوء بزاف. بالمقابل راه عندنا دي بريز فوكس، مثلا واحد ديال الشوفو، واحد ديال مثلا غنستعملو فيه فور الكتريك، ولا غنستعملو فيه اي حاجه مثلا اللي كي نيسيسيت واحد البويسونس فيغ واحد 20 امبير مثلا. ليسونسيال يعني بالنسبه لو شيمان الاول، مثلا لو سيركوي الاول اللي تيجمع لينا بين هاد لي 3 بوين، 3 بريز بليتو دو كورون ديال 16 امبير بحال لو كهذا اللي تشوفوه، هو لو شيما الاول بين بوان لو بريز الاول والثاني والثالث، دايز بعد الفاز، ها هو جاي من بروتيكسيون ديال هذا السيركوي، من بروتيكسيون اللي عنده في الطابلو الكتريك، جاي الفاز تي ديسباتشا، تيعطي لهاد البريز الاول، تيعطي البريز الثاني، وتيعطي البريز الثالث، تيرجع النوتر، تيجمع بيناتهم تيمشي، ولا تيغ تيجمع حتى هو بيناتهم وتيمشي. يعني هذه هي الكونسيبسيون. الفرق بينه وبين ليكليراج هو في ليكليراج تنديرو 3 فوا ان ديمي ديامتر مثلا 13 ولا شنو، هنا تنديرو 3 فوا 2 ديمي ديامتر 16. يعني تتلقى بين لي بريز وبين لو برومي بريز مع الطابلو تنخليو 3 فوا 2 ديمي ديامتر 13، يعني 3 لي فيل ديال 2.5 مليمتر في تيب اورونج ديال 16 مليمتر. هذا فيما يخص لي بريز دو كورون نورمال ديال 16 امبير اللي تيدوز فيهم في لانتونسيتي ديال 220 فولت. ولكن في حاله ما الا استعملنا لي بريز فورس، حنا محتاجين لي بريز فورس، مثلا لو كا ديال مثلا هاد بريز فورس اللي عندنا هنايا، ولا الاخر اللي كاين هنا ديال الشوفو الكتريك ولا ديال الفور الكتريك، pour un prise force 3P يعني 3 بول بلس تيغ، 3 بول يقدر يكونوا دو فاز ونوتر، هنا غيكون عندنا تيغ 20 امبير و 380 فولت يعني بين لي فاز. سيركوي بي اف 1 و بي اف 2 يعني بحال هذا، هذا بي اف 1 فيغ طابلو الكتريك ال 3 فوا 4 ملم ديامتر 20، سا ميم شوز توجور في لي بريز فورس نديرو 3 فوا 4 ديامتر 20 في الباتيمون هنا، الا في بعض الحالات ولكن استثنائيه، ما سي با لابين ندخلوا ليها دابا. عندنا هنا جاي الفاز مثلا بريس فورس، حتى يجي كل بريس فورس يمشي في السيركوي، ما تنجمعوش لي بريس فورس مثلا ثلاثه ولا اربعه ولا جوج، كل بريس فورس تنصيفطو في السيركوي بوحدو، باش الا كان شي عطب ولا كان شي مشكل تنديتيكتيوه سور لو شون. عندنا الفاز جاي من البروتيكسيون ديال هاد بريس فورس في الطابلو، جاي واحد الفاز تيمشي يتكونيكتا في البريز. النوتر سي لا ميم شوز، ولا تيغ سي لا ميم شوز، تنديرو 3 فيل ديال 4 مليمتر ديامتر ديال تيوب اورانج ديال 20 مليمتر. فوالا هذا هو لا كونسيبسيون اللي تنديرو. النقطة الموالية هو يلفو ديتيرميني لي ديفيرون اباراي الكتريك سولو لا نيسيسيتي دو بلون. مثلا عندنا واحد بلون دارشي، احتاجينا البلافوني مثلا، تن هاي هذا هو تيب اس، خدينا غا تيب ديال البلافوني، يعني عطى الله لي تيب ديال البلافوني. وإلا كان في المارشي محدد مثلا الارشيتكت واحد النوع ديال البلافوني، تيعطي لي كاركتيرستيك ديالهم، تنشوفوهم في الانترنت تنعرفو مثلا. هذه تري فاسيل يعني البلافوني، ها هو عندنا، عندنا نقدروا نحتاجو لي بلافوني بلوتو تنحتاجوهم في مثلا لي شومبر الصالون، نقدروا نستعملوهم في كاع لي زوندروا اللي غادي يكونوا فيه مثلا سيجور ان سي دي سويت. النقطه المواليه هما لي هيبلو ايتونج، هيبلو ايتونج نستعملوهم في لاكور، نستعملوهم في الكراج، نستعملوهم في سال دو بان، يعني لي زوندروا اوميد اللي فيهم اون كونتاكت مع لو، يعني بو بروتيجي هذيك لا لامب ديال لومينير اللي عندنا هنا، ضروري خاصها تكون ايتونج. النقطه المواليه مثلا لابليك ميغال، ابليك ميغال بحال لارشي الكونسيبسيون اللي عاطي لارشيتكت، بارفوا دابري البريستاسيون ديالو يقدر يدير لنا ربعات لي زابليك ميغال بحال اللي داروا درنا حنا في البلون سيليفان، درنا واحد ربعات لي زابليك ميغال
في الصالون اللي جاو في ليكوان مثلا، وتندير واحد بوان لومينو على الانتيريور الوسط. يعني نقدروا نستعملوا هاد لي زابليك ميغال، نقدروا نستعملوا لي زابليك ميغال تيب واحد اخر مثلا سيركولير ولا كيلكو سوا، مثلا على حساب لي دوموند ديال الاركيتكت ولا المتر دوفراج ولا لو شوا ديالنا حنايا على حساب بروبوزيسيون ديالنا مثلا. تنستعملوا لي ريغليت لافابو كيف تتشوفوا هنايا في هذه الصوره، كاين لي ريغليت لافابو غالبا تيكونوا فوق من الميغوار ديال لافابو. نقدروا نستعملوها وحده ولا جوج على حساب لو نونغ ديال لي لافابو اللي عندنا، ونستعملوا عاوتاني الانتربتور سامبل اليماج بو اليمونتي لي بوان ليمينو اللي عندنا سامبل. تيكونوا مثلا هاد لاليمونطاسيون مثلا سامبل اليماج نقدروا نستعملوها في لي سيجور، نقدروا نستعملوها في لا كويزين في لا شومبر، يعني في نستعملوا سامبل اليماج في بور اليمونتي لي بوان ليمينو ديال سال دو بان في حاله ما الا كانت بريز على ليكستيريور ديال سال دو بان ماشي على الانتيريور. في حاله ما الا كانت بريز على الانتيريور ديال سال دو بان تستعملوا انتربتور سامبل اليماج ايتونش مثلا، علاش؟ بور بروتيجي هذيك الانتيريور باش ما يكونش عندنا كونتاكت مع ليكتريسيتي، و بور بروتيجي لوم ولا لومانيتي مثلا اون جينيرال. تنستعملوا الانتربتور دوبل اليماج بحال اللي احتاجيناه في الصالون، يعني احتاجينا دوبل اليماج لو برومي ديك الساروت الاول تيشعل لينا مثلا بوان ليمينو اللي جاتنا في الصالون الوسط، و الساروت الثاني تيشعل لينا اربعه لي زابليك ميغال اللي كنا تكلمنا عليهم. هذا يعني الساروت الاول استعمل لينا شعل لينا بلافوني، والساروت الثاني غيستعمل غيشعل لينا هاد ربعات لي زابليك ميغال اللي غيكونوا مثلا في الصالون. نستعملوا عاوتاني الانتربتور فايفي مثلا في الهول، اون فوا دخلنا تلقاو الانتربتور الاول محطوط هو هذا، و اون فوا تنبغيو ندخلوا لا شومب تلقاو الانتربتور الثاني اللي غادي نطفيو منه، ولا الا بغينا نشعلو من واحد ونطفيو من الاخر. ليسونسيال تحتاجو في هذه الحاله في الهول ولا الكولوار تستعملوا فاي في مثلا. لي بريز دو كورون ديال 16 امبير، يعني دو بول بلس تير 16 امبير ديال 220 فولت. عندنا هذا لو تيب هذا خديناه اتيتر ديكزومبل. تقدروا نستعملوا دي بريز سو كورون ايتونش دو بول بلس تير 16 امبير 220، يعني تقريبا هو سومبلابل لهذا. الفرق بيناتهم هو ليتونشيتي، هذا ايتونش تيكون في لي زون دروا لي اوميد بحال مثلا لا كور ولا الكراج، ولا نقدروا نستعملوه في سال دو بان بوغ الرازاج مثلا ولا اطلع الاستعمالات ديالو. كاين بريز دو كورون ايتونش مثلا 3 بول بلس تير 20 امبير، يعني هذا يكون بريز دو كورون فورس 20 امبير 380 فولت اونتر لي فاز. ونقدروا نستعملوا في هذا البلان ديال الكتريسيتي، نقدروا نبينوا فيه مثلا لومبلاسمون ديال التليفون ديال التي في ديال بارابول ديال دي بري اللي كانوا عندنا كيلكو بريز انفورماتيك ممكن نبينوهم، ولكن ما تندخلوش في لي سيركوي ديالهم لا سيكسيون ديال لي كابل مثلا لو كورون فيب تنخليوه بوحدو، ولكن نقدروا نبينو في البلان ديال الكتريسيتي نبينو هاد لي بريز مثلا واخا هما داخلين في لو كورون فيب. وما نساوش طابلو الكتريك تنحتاجوه، هادو هما لي ديفيرون اباراي الكتريك على حسب لي نيسيسيتي ديال هاد لو بلان ديالنا. دابري هاد لي زاباراي الكتريك تنسيزيو الشيما اونيفيلير ديالنا، تنديرو لا شيما يعني هاد بلوسو تنديرو لا سيزي ديال لا ليجوند سويفون هادوك لو بوزوان اللي حددنا. مثلا احتاجينا البلافوني ديال 100 واط، احتاجينا الهيبلو ايتونج 100 واط، الهيبلو ايتونج ميغال 100 واط، احتاجينا لي زابليك ميغال 100 واط، حسبنا الريغليت سوغ لافابو 18 واط، الانتربتور سامبل اليماج، انتربتور ايتونج سامبل اليماج جيت لونطري ولا في الكراج سميتو لو زون دروا اللي تيكونوا في اومين، انتربتور دوبل اليماج، انتربتور فاي فيان، بريز دو كورون 2 بي بلس تي 16 ampères 220 volts, prise de courant étanche 2P plus T 16 ampères 220 volts, prise force de 3P plus T terre 20 ampères 380 volts, prise téléphone, prise télévision, interphone, sonnette
ليزون زون ايكوي بوتونسييل في زون دروا مثلا سوني غيكون عندنا في لونطري برينسيبال، الانترفون غيكون عندنا سواء في في الكوزينه ولا في الهول جهه لونطري، لي زون ايكوي بوتونسييل تيكون عندنا في لي زون دروا مثلا لي مع لا تويتري ميتاليك اللي تيكونوا في لي زون دروا هوميد مثلا بحال التويتري ميتاليك اللي تجيب لنا لو فيغ لافابو وتكون بنحاس مثلا ولا هذا الا كان شي تويتري مثلا بتيب فير غالفانيزي ولا بالنحاس ولا شي حاجه شي ميتال اللي تيوصلنا الكتريسيتي تنديرو لي تليه مع ليزون ايكو بوتونسييل وتنبينو الطابلو الكتريك ديالنا. النقطه المواليه اللي خاصنا نعرفو خاصنا نبينو يعني دابري هذاك لو بلون خاصنا نحدو فيه لي بوين لومينو ديالنا نبلاصيو هذوك على حسب لا ليجوند حيت لا ليجوند ديجا حطينا هذوك لي زيليمون ديالها سو فورم دي بلوك بو فاسيليتي لو ديسان ديالنا اون فوا تنوجدوهم سو فورم دي بلوك نبداو انسيريوهم مثلا في لي بيس اللي عندنا في لا كونسيبسيون ديال لاركيتكت مثلا في الكوزينه تنحطو هاد لي دو بوين هاد لابليك تنحطها في لاكور دو زابليك حطيناهم في الكراج الصالون حطينا فيهم هاد كاتر ابليك ودرنا هاد البافوني على الانتيريو في السونتر درنا هاد تروا بلافوني في الهول دي هيبلو ايتونج استعملناهم في لونتري واستعملناهم في السال دو بان لي دو سال دو بان لي زابليك درناهم في الشومبر عاوتاني دو زابليك ودرنا بلافوني على الانتيريو في السونتر درنا اون سول بلافوني في الشومبر 1 سي دي سويت وهاد ريغليت لافابو حطينا وحده هنايا وحده بوغ دو لافابو نقدروا نستعملوا دو نقدروا نستعملوا وحده يعني على حسب بوزوا على حسب بارفوا تلقانا يعني لو بوزوا كما تنقولوا شاك متر دوفراج عنده دي نيسيسيتي مختلفين على لوتر متر دوفراج وبالتالي كل واحد تيدير واحد لو بلون ديال الكتريسيتي نقدروا نعطيو بلون ديال الكتريسيتي واحد pour l'ensemble des ingénieurs, chaque واحد غادي يخرج conception مختلفه واحد غادي يصايبها تتحترم le côté technico économique يعني le côté technique تي ريسبكتي و le côté économique تي ريسبكتي واحد au côté sécurité يقدر يزيد شي حوايج يعني ما au niveau de sécurité واحد غيشوف le côté confort على حسب عاوتاني على حسب لا كلاس يعني كاين دي بروجي مثلا هوت ستاندينغ كاين موين ستاندينغ كاين تري هوت ستاندينغ كاين ايكونوميك كاين سوسيال يعني على حسب لو بوزوان على حسب كما تنقولوا لو كوتي مونيتير يعني لو دوغري مونيتير ديال متر دوفراج. النقطه المواليه هادو تيتسماو لي كوموند هادو البلان ديال لو كوموند يعني تنحدو لي بوين لومينو ها لي كوموند ديالهم مثلا هاد البوين لومينو حطينا مثلا ديال لا كويزين حطينا لي كوموند مي تيشعلو كل بوان لومينو مي تتشعل هذا هو البلون دو كوموند غادي نديرو دابا خاصنا نحتاجو لي سيركوي لو سيركوي هو هاد بلون دو كوموند اللي كان عندنا تنزيدو عليه تنجمعو مثلا بلون دو كوموند اللي ديال الكراج تنجمعوه مع البلون دو كوموند ديال الكويزين مع بلون دو كوموند ديال ليكليراج ديال لاكور تنزيدو هاد لي زارك و نوار هما هادو تنزيدو لي فلاش ديالنا فيغ و تنبينو الطابلو فين طابلو الكتريكا جانا مورا الباب ديال لونطري و تنديرو دي فلاش و تنكتبو مثلا لي سيركوي ديالنا يعني بحال مثلا حنا بدينا بهاد السيركوي الاول ديال شومبر ان مع شومبر دو جمعنا لي بوان لومينو اللي عندنا في شومبر دو مع بوان لومينو اللي عندنا في شومبر ان جمعناهم كاملين و صيفطناهم كتبنا فيهم او ان فيغ طابلو الكتريك ان 3 فوا ان ادمي ديامتر 13 كيف شرحنا في الشيما اكسبليكاتيف ديال ليكليراج عاوتاني بالنسبه ل او 2 غنلقاوها في الصالون جامع علينا لي بوين لومينو ديال الصالون كاملين صيفطينهم الطابلو سمينا او 2 سلاش تي او فيغ تي او ال يعني طابلو الكتريك لوجمون 3 فوا ان ادمي ديامتر 13 دايرين في تيب اورانج مثلا ثلاثه لي فيل ان ادمي دايزين في تيب اورانج ديامتر 13 يعني سي دو سويت يعني عندنا هاد لا كونسيبسيون غاديه بحال هكا يعني او 2 كاينه او 3 او 3 تجمع هاد لي سيركوي لي هوميد حيت علاش اننا نقدروا نديروا لهم سونسيبيتي في الشيما اونيفيلير ديما حنا تنحاولوا نجمعوا لي سيركوي هوميد بحدهم ولي سيركوي نورمال بحدهم باش في لي شيما اونيفيلر تيكون اختلاف في لا سونسيبيليتي يعني شاك سيركوي الا كان هوميد دايز في لي زون دروا هوميد تيكون لا سونسيبيليتي مثلا 30 ملي امبير في
les endroits les normaux où مثلا 300 mA. يعني ميم سي ان مؤخرا ولاو بار ميزور دو سيكوريتي ولاو تيديروا لي سيركوي نورمال مع لي سيركوي اوميد تيديروا لهم 30 ملي امبير كاملين ولاو تيديروا لهم 30 ملي امبير بار ميزور دو سيكوريتي. هذا ما تيمنعش ان من الاحسن نعزلوهم باش لا كان شي مشكل تيبان لينا سور لو شون. النقطة الموالية مثلا لو سيركوي موالي هو او 5. او 5 جمعنا توجور عاوتاني سيركوي اوميد ها هو او 5 كاين E6 سيركوي هوميد. ليسونسيال تنبداو حنا بلي سيركوي نورمال هما الاولين ملي تنساليهم تنبدا تنتبعو ليهم لي سيركوي هوميد ديال ليكليراج. النقطة الموالية هما لومبلاسمون ديال لي بريز يعني ديسان دي بليز إلكتريك سوغ لو بلون. تنحطو لي بريز لي عندنا بريز دو كورون ديال 16 أمبير و تنحطو تا لي بريز فورس لومبلاسمون ديال لي بريز تنحطو الطابلو ديالنا. وهذا من بعد ملي تنحطوا هاد لي بريز ديالنا اللي محتاجين حنا في لو بلان تندخلوا تنديسينيو لي سيركوي ديالنا اللي محتاجين. مثلا في الكراج محتاجين دو بريز نورمال ولكن ايتونج. مثلا هنا الا بدينا من هاد الشومبر دو عندنا هاد لي 3 بريز عندنا فيها بريز 1 2 3 فيغ عندنا سمينا هاد لو سيركوي هذا سميناه بي 1 يعني سيركوي بي 1 يعني بريز سيركوي دي بريز 1 فيغ طابلو الكتريك لوجمون 3 فوا 2.5 ديامتر 16 يعني ثلاثة لي فيل ديال 2.5 مليمتر ديامتر توب اورانج ديال ديامتر 16 مليمتر. هنا في لو سيركوي الثاني هو بي 2 سلاش تي او ال 3 فوا 2.5 ديامتر 16 هذا ديز جامع لينا غير لي بريز ديال لا شومبر اون. بي او 3 جامع لينا بين الصالون والهول و سال دو بين سال دو بان دو والهول و سال دو بان ان ميم كون ميم سيركوي تقريبا نفس الفيلري عندنا 3 فوا 2.5 ديامتر 16 كاملين 3 فوا 2.5 ديامتر 16 الا لي بريز فورس. لي بريز فورس تنديرو 3 فوا 4 ديامتر 20 هذا هو الفرق يعني تنجمعوا لي سيركوي. ليسونسييل لو برينسيپ كيفاش غادي نجمعوا هاد لي سيركوي. ليديال هما تنقولوا 4 لي بريز بار سيركوي بالنسبه لي بريز ولكن ممكن نوصلوا حتى 8 لو ماكس. بالنسبه لي بوين ليمينو شاك سيركوي تنديروا فيه 5 لي بوين ليمينو بار سيركوي هذا ليديال. نقدروا نوصلوا حتى 8 جوسكا 10 مثلا الا كان عندنا شي بروجي كبير مثلا. هادشي اللي كاين تقريبا و تنحطو لهم بلاسمون. ولكن دابا غادي شنو اللي بقى لينا تنجمعو بين لي سيركوي اللي درنا في ليكليراج مع لي سيركوي اللي بينا في لي بريز تنجمعوهم تنسميوهم بلون تيباج كوموند. هاد بلون تيباج كوموند ديال فيه ليكليراج وفيه لي بريز ولي سيركوي ديالهم لي سيكسيون وتنبينو فيه لومبلاسمون ديال الطابلو لومبلاسمون ديال لي بريز لومبلاسمون ديال بوان ليمينو يعني تيبين لينا ليكتريسيتي ديال هاد لا فيلا. شكرا على الانتباه ديالكم وتنتمنى يروقكم هاد الفيديو وما تنساوش ديروا لايك وتابوناو باش يوصلكم كل جديد.